أرحب بضيفنا العزيز الدكتور مهنا نعيم، نجم الاستشاري التربوي والأسري، للحديث عن التعامل مع أطفالنا في بداية المدارس. يسعد صباحك دكتور. أسعد الله صباحك أنت وجميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمستمعين. حياكم الله. يعني دكتور، لا يسع طبعا الإنسان وهو يتحدث عن بداية استقبال الأطفال للمدرسة إلا أن يتذكر أن هناك تقريبا 650 ألف كما ذكرت بعض المصادر طفل في غزة محروم للعام الثاني على التوالي من المدرسة ومن أن يبدأ عامه الدراسي مع حرب مستمرة لمدة عام. نسأل الله عز وجل الفرج، وطبعا هذا عدا عن عشرات الآلاف من الأطفال الذين استشهدوا خلال هذا العام، طلاب المدارس تحديدا. دكتور، بداية المدرسة دائما تشكل تحدي للأهالي أكثر ما هو حتى تحدي في الأولى، تحدي مشترك بين الأهالي والأطفال بعد شهرين أو ثلاث أشهر حسب البلاد وحسب نظام العطلة الصيفية، لكن دائما بيكون في فترة طويلة الأطفال ترك لهم فيها في الغالب الحبل على الغارب كما يقال، وفجأة بدهم يرجعوا للنظام والانضباط في النوم والاستيقاظ والواجبات وغير ذلك. كيف يمكن أن يعني نعود مباشرة إلى التأقلم على مستوى الأطفال وعلى مستوى الأهالي؟ بداية الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والسلام إن شاء الله لأهلنا في غزة وفي الضفة. آمين. كما هو الآن الحال في غزة، عندنا الآن في الضفة في مدينة محافظة طول كرم ومدينة محافظة طوباس ما زال العدوان يعني مستمرا وأغلقت المدارس. وهذا يعني في المناطق المتضررة من الحروب عادة مثل فلسطين، السودان، مناطق في اليمن، في سوريا، في لبنان، في مناطق كثيرة من الوطن العربي، تجد أن هنالك صعوبة في عودة المدارس في الانتظام النفسي قبل الانتظام الدراسي، وبالتالي لابد من أن يكون عندنا ما يسمى بالدعم النفسي والتدخل في الصراعات والنزاعات التي تواجه الطلبة والأطفال المدارس. وهذه مسؤولية الأمم المتحدة ومسؤولية مؤسسات دولية ومؤسسات الحكومة، لكن للأسف تعتمد على المتطوعين أكثر ما تعتمد على تلك المؤسسات لسبب محدد، أن تلك المؤسسات لم تكن أصلا بالواجب المنوط بها باتجاه المدارس والأطفال، فهي ادعاءات لا ليست واقعية، ليست حقائق على الأرض، إنما كل يدعي وصل بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. هذه المقدمة كان لابد منها. نعم. لأنه أخي أحمد وأخواننا المستمعين المشاهدين، نحن لسنا بمنأى كمستشارين أسريين وتربويين عما يحدث في مدارس الوطن العربي أو مدارسنا على الأقل في المدن التي نعيش فيها ونراها بأعيننا، أن فلان الطفل استشهد لأنه ذهب إلى المدرسة فسيكره المدرسة، طفل عذب من قبل الاحتلال لأنه متوجه في حقيبته للمدرسة، وهكذا. كذلك الأمر عندما يرى الطفل أن معلمه يهان أو معلمته تستشهد من قبل الاحتلال، فهي حرب على العلم قبل أن تكون حرب على الطفل، وبالتالي الطفل يتأثر بشكل تلقائي في هذه التداعيات. سؤالك أنه بعد هذه العطلة الصيفية وحضور الطلبة إلى المدارس ويعني انتقالهم من الراحة والدعاء والحبل متروك على الغارب إلى الانضباط، هذه من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات، أن يترك الحبل على الغارب في العطلة الصيفية. لذلك دائما كنا ننصح أنه يكون هنالك مخيمات كشفية صيفية تدريبية تطويرية مهارات، التحاقهم بدورات، وهذه الدورات اللي بالصيف لا تكون طابعها الإلزام بقدر ما طابعها الترفيه التعليمي، يعني التعلم باللعب كما نسميه في التعليم الحديث، بالتالي ما يكون هناك فجوة بين الطفل ونفسيته وعودته إلى المدرسة. ولهذا كان لابد من وضع خطة وبرنامج وجدول لطلابنا في العطلة الصيفية لضبط الأوقات والمواعيد، بمعنى متى ألعب، متى أنام، متى أكل، متى أشرب، متى أمازح، متى أمسك الآيباد والأجهزة الإلكترونية، متى يكون وقتي مع الأهل. طبعا أحيانا الأطفال حسب سنهم العمرية لا يستطيع أن يضبطوا هذه الأمور، فكان من الأولى أن الأب والأم يضبطوها. عندما تأتي المدرسة نواجه أول مشكلة على الأطفال وهي مشكلة صعوبة النوم. نعم. روح ناموا بكرة في عندكم مدرسة، ديش أنام مش عارف أنام،
هو بده ينام لكن مش عارف، لأنه هو تعود على الصال للساعة 3 فجرا 2 فجرا، فكيف صحيح. سيفيق الساعة 7 صباحا؟ لذلك عندما كنا نطالب بوضع برنامج في العطلة الصيفية كان هذا المقصود، أنه يكون انضباطا. طيب ما هي أسرع طريقة لعملية أن ينام الطفل؟ لا ما تسكي منوم الله يجزيك الخير، لا بضر عليه. لا، في طريقة ثانية تربوية نسميها التسارع مع الوقت، معك 10 دقائق أنك تنام، بعد 8 دقائق بكل ضايل لك 7 دقائق، بعد 7 دقائق بكل ضايل لك 5 دقائق، بعد 5 دقائق بكل ضايل لك 2 دقيقة وخلاص. هو تلقائيا عماله بينام، وتلقائيا بيعرف انه خلص وقته. لكن واحد بيقول لابنه روح نام، وممكن يشتم وممكن يضربه، وهذا طبعا اسلوب خاطئ. لكن روح نام، بكره عليكم مدرسي، او الام كذلك، الولد مش راح ينام، راح يتقلب على سريره حتى الفجر، ويتمرد على أبوه وأمه لعله يمسك الموبايل، لعله يمسك الآيباد، لعله يتحدث مع شقيقه أو شقيقته لكي لا ينام، ليهرب من واقع. فهنا نأتي بأسلوب آخر وهو أسلوب القصة، وأسلوب القصة مهم جدا ما قبل النوم. البعض يأخذها من منطلق مضيعة وقت وقصص حديدون وألف ليلة وليلة، لا، القصة يجب أن تكون منضبطة من نسيج الأب والأم في مجال التربية وإصلاح سلوك وتعديله. فهم ينسجوا قصة، وليس شرط أن يكون مؤلف قصص، وإن عجز عن هذه القصة ممكن أن يقرأ ويعدل في محتويات هذه القصة بما يتناسب، أن يبدأ علمه الأمانة، يبدأ علمه الصدق، يبدأ علمه الابتكار وهكذا. جميل جميل. إذا أسلوب القصة كثير يعني دكتور يكاد يكون نادر جدا، يعني انا بحسه بس موجود بالمسلسلات والافلام وقصص الاطفال. يعني الى اي مدى يعني شو السبب انه نحن كاباء وامهات بنستثقل هذه الفكره، يعني انه بدنا نروح نحكي قصه هالخمس دقائق بنحسها عبء كبير بتقديرك؟ لماذا بدنا حل لنا؟ لا، حل لك بسيط. الآباء والأمهات ابتعدوا شوي عن القرآن الكريم في القراءة والتدبر، فأصبح عندهم القصة تعتبر خيال. لأنه في القرآن الكريم عندنا قصص رائعة، نحن نقص عليك، في عندنا قصص، والله عز وجل قص علينا قصص لكي نتدبر فيها، وكانت سلوى للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته وتصبيره. بالتالي احنا عمليا ما فهمنا المغزى الحقيقي من القصة، ولذلك القصة تكون ليست فقط خيالية، أحيانا تكون قصص خيالية وأحيانا واقعية، لكن أنا الذي أستفيد منها أنني أؤثر فيها على التربية والسلوك، بمعنى أني أنسج قصة تتناسب مع الواقع الذي أعيش. هذه من باب القصة وهي مهمة. وللمناسبة أن أسلوب القصص للأطفال اللي أعمارهم أقل من 7 سنوات يؤثر كثيرا في بناء القيم تاعتهم، ولذلك نختار شخصيات إنجاز التعبير بأسماء حقيقية يعني محببة. فلما نتكلم عن بطل نقول كان محمدا، ما نجيبش اسم شكسبير، إيش دخلنا في هتلر إحنا في قصص لأبنائنا في التربية الإسلامية؟ نجيب لهم قدوات رائعة تكون هذه نمذجة في القصة. هذه نقطة. في عندنا مشاكل أيضا تواجه الأبناء في الذهاب إلى المدرسة، ليس فقط عدم النوم الباكر و تجهيز الحقيبة وإلى آخرين. عندنا مشكلة، لماذا الطفل لا يرغب بالذهاب إلى المدرسة؟ طب أنت أول يوم ثاني يوم بعدك ما شفتش الخير ولا الشر في المدرسة، لماذا لا تريد أن تذهب؟ لأن هنالك عند الطفل إنجاز التعبير أثر سلبي من العام الماضي، من باتجاه طالب أو باتجاه معلم أو باتجاه المدير، أنه كان قد أنب بطريقة أو عنف بطريقة أو بأخرى أو تنمر عليه بطريقة أو بأخرى من الطلبة أو المدرسين أو غيرهم. وهنا لابد من أن ننتبه يعني لدور المرشد الاجتماعي في المدرسة، أنه ليس فقط للنكات والمداعبات. المرشد الاجتماعي اليوم له دور أساسي في عملية إقبال الطلبة على العلم، إقبال الطلبة على المدرسة، وعلاقة المعلم بالطالب مهم جدا، أن تكون هناك جو يملاه من المحبة والأخوة والأبوة، أن يعامله كابن ولا يعامله ك يعني خصم، أن تعاملها كطفلتها كبنتها، وليس تعلمها أنه أنا بكره أمك في يوم من الأيام، أنا بعرف مين حماية ستك، ستك كانت ضدنا. ما دخل الطفل أن يدخل في صراعات ما بين، خاصة في المدارس القروية إنجاز التعبير الكل يعرف البعض. وبالتالي هنا بعض الأطفال
يكون في 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 خوف من المشكلة التي سيقدم عليها، أنه يقول لك أنا خايف من آثار المشكلة اللي كانت بين أبوي وبين المعلم أنها ترتد علي ويخسفني في العلامات أو يأنبني أو يحقرني أو يتنمر علي أمام زملائي. لذلك مشكلة التنمر، مشكلة اللفظ أو العنف اللفظي والجسدي. الجسدي اليوم تقريبا انتهى، بمعنى أنه في عقوبات إذا المعلم مارس العقاب الجسدي على الطالب، وهذه لها وجهة نظر أخرى، يعني أنا لست معها كاملة، لأنه هناك بعض الأبناء أو بعض الطلاب يحتاج لقرص الدان. يعني إحنا الحمد لله قرصوا داننا معلميننا، والحمد لله أصبحنا دكاترة ما شاء الله، نطلع على الفضائيات، لم ينقص ذلك من أقدارنا ولا أعمارنا ولا أجسامنا، ولكن لما نقصت أسلوب التربية في طلابنا اليوم نقصت قيمنا ونقصت مبادئنا، وأصبح الطالب لا يحترم لا معلمه ولا مديره ولا حتى كبير السن. لذلك هنالك مفاهيم يجب أن تصحح في المدارس. تغيير المدرسة للطالب، طالب يدرس مرحلة أساسية في مدرسة سين ينتقل للإعدادية أو المتوسط لمدرسة صاد، تغيير المدرسة، فقدان الأصدقاء، تغير المعلمين بالنسبة له، هذا برضو يسبب له ردة فعل إنجاز التعبير أولها سلبي، يعني حتى ما إلي أصدقاء. وهذا السؤال بتجده لكثير من أبنائنا أو كثير من الأطفال، يقول لك أنا ما بحبش المدرسة، ما ليش أصحاب، أنا بحب أظل في الحارة ألعب مع أصحابي، ليش أصحابي ما بدرسوا معي في نفس المدرسة؟ هنا نأتي إلى كيفية كسب الأصدقاء وبناء العلاقات. أنت كطفل أو طفلة أو طالب بالمدرسة كيف تبني علاقاتك، وعلى أي أساس تبني هذه العلاقات مع الطلاب الجدد لتجعلهم أصدقاء أو تجعلهم أصحاب علاقة؟ لأنه في فرق ما بين أني أجعله في العلاقة وما بين أجعله صديق أسرره أسراري وأتحدث معه وأبادله دفاتري ومعلوماتي وأسأل عنه إذا غاب وهكذا. عندنا مشكلة من المشاكل التي تعرض لها أطفالنا، مشكلة سابقة أصلاً حتى مع هذا الطفل في هذه المدرسة أو مع أحد أفراد المشكلة المدرسة، وهو الآن يتحفظ أو يخطط كيف سيدخل هذه المدرسة، هل هو قادر على تجاوز هذه المشكلة؟ وإحنا كنا زمان في العطل الصيفية لما نعمل مشكلة نقول بس تيجي المدرسة راح توكل كتلي، لأنه راح تسد لك إياها، تبقى أنت لوحدك مش مع ربعك. وبالتالي هو ما زال يفكر في قبل شهر كيف بده الآن يواجه المشكلة التي حدثت. لذلك لابد من أن يكون الأب والأم قريبين على أبنائهم. وعندنا في للمغتربين الإخوة اللي بدرسوا مثلا من العرب في مدارس مغتربة، في عنده مشكلة اللغة، في عنده مشكلة عدم فهم اللكنة القوية لهذه المدرسة إذا كان يتكلم بالإنجليزية أو الفرنسية أو التركية أو غيرها، في عنده مشكلة البعد، متى سأصل ومتى سأعود، وعملية المواصلات والإرهاق الجسدي للطفل في عملية المواصلات أو الإرهاق الجسدي للآباء والأمهات في إيصال الطفل، وبالتالي كل هذا ينقلب سلبا على مسألة الطفل. في عندنا مشكلة مهمة جدا لابد أن أوقف عليها قبل أنه يعني وهي في الذاكرة قبل أن تذهب، مشكلة التحصيل العلامات. أن بعض الآباء والأمهات ليه مش جايب علامة كاملة؟ ليه جايب 9 من 10؟ ليه جايب 7 من 10؟ ليش جايب 5 من 10؟ ليه ماخذ 0؟ هلا المسألة أنه العلامة هذه لا تقيم ابني ولا تقيم قدراته، وإنما هذه تعطيني تحصيله حسب ما فهم من المادة وليس حسب شخصيته. لذلك أنا أقول عبارة دائما لأبنائي، أقول لهم كما علمني والدي، كن متميزا ولا تكن الأولا. أنا ما بهمني تجيب الأول 100%، الأول على الفصل، وأنت أصم أبكم في الخطابة، أصم أبكم في الإذاعة، أصم أبكم في الكشافة، أصم أبكم بالرياضة، إذا بعثتك إلى مكان لا تحسن أي شيء، وبالتالي إذا خرجت من المدرسة معناته أنت فاشل في الوظيفة، فاشل في التعامل الاجتماعي. لذلك أنا أريده أن يكون قادرا متميزا ذو أثر في الحياة. جيب الثاني، جيب الثالث، ما عندي مشكلة، لكن ما تجيب الأول وما عندك أي تطور شخصي في شخصيتك. دكتور أريد أن أقف عند هذا ربما أكثر من نقطة، لكن خليني أقف الآن عند النقطة التي تتحدث عنها. بتقديرك ما هي أهم سلبيات هذا الخطاب من الأهل؟ فكرة أنه العلامة الكاملة وليش نقصت علامة، ولما يقول لهم كانت صعبة، إيه طب ما في حدا، دائما بيجي السؤال الثاني، طب ما في حدا ليش جاب مثلا العلامة الكاملة، ها شفت جابوا، معناها مو المشكلة بالأسئلة، المشكلة فيك، وغير ذلك من هذه الحوارات. ما السلبيات التي تنتج عن هذا الخطاب، واللي هو الأمانة يعني عام يكاد يكون موجود عند أغلب الأهالي؟ يعني
هو سؤال مهم جدا. الطفل مرة أخرى لا نقيمه بالعلامة، وإنما نقيمه بقدر التأثير بشخصيته أو أثر شخصيته على علاقته مع أخوته، مع أصدقائه، مع معلمينه. طيب في عندنا تقصير كأب وأم، نعم في تقصير. آخر مرة زرت المدرسة متى؟ لما رحت تستلم ابنك من باب المدرسة، لكن فت داخل المدرسة؟ لا، عندما رحت استلمت الشهادة، واليوم الشهادة بتأتينا على الواتساب، ما في داعي أروح المدرسة. هذا من أكبر الأخطاء التربوية اللي يقع فيها والسلوكية اللي يقع فيها الأب والأم. لذلك أنا ابني برفع معنويته وشخصيته عندما أذهب إلى المدرسة. لذلك من الأهمية بمكان قوة العلاقة ما بين الطفل وأبوه، ما بين العلاقة الطفل وأمه، بمعنى أنه أنا سأنقل لك ما يحدث في المدرسة إيجابا وسلبا، سأنقل لك ماذا أنجزت وماذا أخفقت. فأي أبوي لا يتفاجأ بإخفاقاتي ويفتخر بإنجازاتي، بمعنى أنه أنا على اتصال مباشر ما بين ابني والبيئة المدرسية التي يسكن فيها أو يتعلم فيها. طيب ليش أنت ما جبت علامة كاملة وغيرك جاب؟ هنا نأتي إلى خطأ يسمى مثلث الهدم، وهو جزء منه المقارنة. أنا أجبت أحسن من هذا الطالب بالرياضيات لكنه سبقني في الإنجليزي، بالتالي ليه ما قلت لي ليش أنت سبقته وأنت اطلعت بس على العلامة القاصرة أو العلامة الناقصة في مادة معينة؟ أنا كنت ممتاز في الخطابة واخذت أنا المسابقة يا بابا بالصف السادس الأول على الخطابة في المدرسة، ليه ما شكرتني؟ ليه ما عززتني؟ لماذا لما أخفقت أنا بالفيزياء بعلامة أقل أنت قمت الدنيا وما أقعدتها؟ لذلك أنا يجب أن أعرف أين نقاط قوة ابني وأين نقاط ضعفه. نقاط القوة أشكره وعززه، أبذل له المعروف فيها. لا، ما هو شاطر في العربي، ما بهمنا العربي، خلينا نركز على الإنجليزي، هذا خطأ. هو أحسن في العربي، بتقول له شكرا ممتاز، أيوة بدي إياك هيك، ضلك محافظ على هذا العلامة وتعطيه مكافأته وتعطيه جائزته وتعطيه دعائه. وبالنسبة للإنجليزي شوف أنت ممتاز، حتى لو جبت 85% ممتاز، لأنه أنا مثل أبوك بجيبش 51%، فأنت ما شاء الله أحسن مني بهذه النقطة. الآن إذا بدأ الأب ينزل إلى المستوى الطفولي مع ابنه، لا يتعاملوا بأنه هو مدير وهذا مرؤوس عنده، لا أنا بدي أنزل لمستوى أساس أشعر بالطمأنينة، أشعر بقوة القرب معي، هنا يبدأ الطفل بعملية الضخ اللي نسميه رفع كفاءته لأعلى مستوى. أنا بدي أرضي بابا، لا ما ترضيني أنا كأب، ارضي نفسك. أنت شو حاب تصير في المستقبل؟ أنت حاب تصير كذا، حاب تصير كذا، هذا بده إنجليزي، هذا بده فرنسي، هذا بده شريعة، هذا بده دين، هذا بده جغرافيا. بدك تركز على هذه الأمور، لأنه هو الآن يبحث، يصبح الطفل يبحث عن غايته ما يحقق وليس عن رغبة أبوه وأمه. أنا بدي إياك تصير دكتور، أنا يا أخي بكره أصير دكتور، ليه بدك تخليني دكتور؟ أنا حاب أصير ميكانيكي. يا سيد تصطفل، لا ما يصطفلش، شجع أنه يصير ميكانيكي. ولذلك المدارس في اليابان تبدأ من مرحلة متبكرة بعملية فصل الميول والمواهب والمهارات إلى الاختصاصات، فهو بدل ما يضيع 12 سنة في دراسة نفس الأمور اللي هو مشتركين فيها الجميع، يصبح هو عنده 3 مواد أساسية أنه يدرسها مع الجميع و7 مواد بالاختصاصات والمهارات التي يرغب بها أو دوافعه وطموحاته. جميل. يعني دكتور فعلا هذه نقطة مهمة التي ذكرتها، موضوع بالذات بالتحصيل العلمي، وأنه نحن ما منعزز. أنا بلاحظة بكثير من الآباء، يعني مثلا ابنه متميز جدا بالرياضيات، فخلص بيصير أنه خلص هالرياضيات، مو هو متميز ودائما بيجيب العلامة الكاملة، حطها على جنب، فبصير بس بسأله عن بقية العلامات، فهو مثلا مبسوط، بابا جبت أنا 100 بالرياضيات. إيه طبعا، يعني إنه إيه معروف إنك حتجيب 100 يعني، فالولد فبصير إنه الشيء اللي منيح كتير عنده إنه هذا البديهي المعروف، يلا خلينا نركز على المادة اللي جبت فيها 70 وليه جبت 70. وهي مشكلة مثل ما تفضلت، بس أنا حبيت أعزز كلامك، لأنه لا لازم عززه ولازم احتفل فيه، لأنه أيضا هذه 100 إذا ما عززتها ما حتضل 100 يعني، كمان ما في شيء مضمون، وبالتالي تعزيز هذه الأمر. نقطة اللي ذكرتها دكتور كتير مهمة بموضوع زيارة المدرسة، للأسف ثقافة زيارة المدرسة عندنا غير موجودة. يعني حتى أنا أذكر عندما كنت في سوريا، ما أذكر أنه الأب والأم بيزوروا المدرسة كتير، يعني ممكن أنه نحن ماشي ما في مشاكل ما في ومتفوقين، بس أحيانا بينبسط الطفل. إذا الآن ضفنا أتينا إلى تركيا، الوضع صار أعقد عند كثير من الأهالي، إذا ما كان أصلا عنده اللغة التركية فخلص مثل ما تفضلت، يعني هنا بيسجلوا ابنهم وهذا وش الضيف، في حين
أنا لاحظت أنه الشعب التركي مثلا ثقافة زيارة المدرسة خاصة بالمراحل الأولى كثير، يعني أكاد أجد أنه بعض الأمهات يعني ما صفي غير يطلبوا غرفة في المدرسة، غرفة خاصة ويضلوا فيها يعني. فهذا مثل ما تفضلت بحسس المدرسة وبحسس المعلم أنه والدة هذا الطفل مهتمة، بينما والدة هذاك الطفل مو سائلة يعني، بس تخلصت منه. دكتور عندي سؤال يعني ردا على أيضا أحد المشاكل، قد الطفل تلاقي يعمل لك أنا مو مهتم بالمدرسة، مو حاببها، يعني أنه مضيعة للوقت. أنا ابني أحيانا بيقول لي المدرسة مضيعة للوقت وأنا مو حابب الدراسة، بجوز عنده أفكار وأحلام أخرى يريد أن يقوم بها. كيف بدي أكد له على أهمية التعليم، خاصة أنه مثلا هلأ بيشوف نماذج بيقول لك أنا ممكن أتعلمها، ممكن أكتسب مهارة، ممكن أكسب موهبة، فلان تتفوق بالرياضة، فلان تفوق على السوشيال ميديا، ليش الدراسة؟ هذا بيصير. وأنا حاولت يعني جزء من الأمور اللي حاولتها مع ابني بهذا الصدد أنه أنا يعني ضمنت له، يعني تعقيبا على كلامك، انه انت لن تدخل الا فرع بتحبه. انت ليش مفكر انه انت حتدخل شغله ما بتحبها؟ ممكن تدخل شغله بتصب تماما بالشيء اللي انت حابه، يعني لا تنظر. بس لكن احب ان اسمع منك بشكل مختص، ما الذي يمكن فعله في هذا النمط والنموذج من الابناء؟ هو اصبحت المدرسه عبء على بعض الطلاب بسبب انه فقد النشوة تاعته في الذهاب إلى المدرسة، لأنه يعتبر هذه المدرسة سجن، وتعتبر فيها ضغوط تربوية وواجبات منزلية. أنا الصبح حتى العصر مرتبط في المدرسة، ومساء مرتبط في البيت بحل الواجبات. لذلك أهم نقطة كانت معنا أنه نجعل هذا الطفل يشارك. لذلك أنا قلت أنه المرشد التربوي في المدرسة وأستاذ المعلم الرياضة من أهم معلمين لهم قيمة عند الطلاب. فأنت انظر على التاريخ كله، أنا بحب معلم الرياض لأنه بعطيني حريتي أقفز ونط كما بدي. والمرشد بيستخدم معي أسلوب مغاير كليا. لذلك أنا مهم جدا أني أجعل الروتين المدرسي الذي يمارسه ابني مختلف. فأنا أدفعه للمشاركة بالإذاعة المدرسية، في المجلة المدرسية، في المسابقات الرياضية، في مسابقة الخط، مسابقة الخطابة، مسابقة السباحة، أي ألعاب رياضية أخرى، أي نشاطات غير منهجية، الكشاف المدرسية. لأنه هذا إذا أنت ما كنتش بالمدرسة تقدرش تشارك بهذه الأمور، وإذا أنت شاركت بهذه الأمور ونجحت ممكن أنت تعرف على مستوى المحل، مستوى المدينة، مستوى الولاية، التربية وكذا وهكذا، وتصبح أنت ذو أثر ترند، كما كنت تتكلم الآن عن الترندات، تصبح الترند تربوي مش الترند أهبل وتهبل على الناس وتخوث على الناس. لذلك لابد من أنه أنا أجعل ابني يشارك بما يفيده وبما يجعله بما يقتنع فيه بأنه هذا مناسب إلي. بابا ليه أنت حارمني أشارك بلعبة الطائرة، بفطبول كرة القدم؟ ليش محارمني ألعب شطرنج؟ لماذا ما تسمح لي أني أكون أنا في الإذاعة المدرسية؟ لا، أنا بما أنه أي شيء في إطار المدرسة أعرف أنه مفيد له، إما فكرا وإما جسدا، وإما فكرا وجسدا معا. بالتالي أنا لما أفتح له باب المشاركة سيصبح الطفل عنده رغبة جامحة أنه يروح للمدرسة. لذلك إحنا مثلا نخرج من المدرسة كنا أين نلعب؟ نعود إلى ملعب المدرسة بعد الدوام نلعب في المدرسة، وكنا حريصين جدا أنه نحافظ على ممتلكات المدرسة على أساس المدير والأستاذ يظلوا مسامحيننا ندخل الساحة، وإلا المرة القادمة ما بيسمحوا لنا، وبالتالي إحنا رح نخسر المكان اللي كنا نلعب به. فكانت المدرسة بالنسبة لنا مدرسة وتعليم وترفيه ولعب وكل شيء. اليوم أصبحت الـ كل شيء هو هذا المصيب اللي أصبح، أنه الطفل يمسك هذا الموبايل لعبته وأصحابه وأصدقائه وكذا وكذا وتعليمه، حتى أصبح أنا هذا الجهاز. وبالتالي إحنا لسنا ضد يعني الابتكار والتحديث في التعليم عن طريق الزوم وعن طريق، لكن لا نقول أنه كل شيء. عندنا أمر مهم جدا بين يعني يجب أن يعني يقوم به الأب والأم، وهو ليست مراقبة أبنائك. حليت الواجب؟ قمت في الفروض المدرسية اللي أعطاكيها المعلم؟ لا، خلينا نحل مع بعض. طب أنا بعرفش رياضيات، بهمش، خلي الولد يضحك شوي. بابا طيب هذا تقسيم الجذر التربيعي كم بيطلعوا؟ والله يا بابا استنى تسأل أمك أو أختك الأكبر لأن أنا بعرفش. ياه بابا بعرفش. شفت يابا، مش لازم تعرف كل شيء، بس لازم تتعلم كل شيء. حاول أن تتعلم كل شيء حتى لو أخفقت. هاي بابا أخفق،
بس ماما ما شاء الله شاطرة في هذا الباب. لذلك لابد من أن الأسرة تكون متكاملة، ليست متصادمة، مين دور الأب ومين دور الأم ومين اللي بده يكون بالسيطرة على البيت. إحنا مختلفين أنا والزوجة على السيطرة على البيت، والأولاد عمالهم بضيعوا بالشارع بيسيطر عليهم واحد آخر. فمشكلة المشكلة التواصل ما بين الآباء والأمهات والطلبة في مسألة التعليم مهمة جدا. وهنا لابد من أن أقول عبارة أنه يجب التركيز على ما يحسن الإبن وليس التركيز على ما يخطأ به. احنا كل دائما اخطأت تفهمش كذا، بتستاهلش الاكل اللي بتاكله، وكفين وحديقة حيوانات بنفتحها بوجهه. لا، ما هو احسن بشيء. لما احسن بشيء احنا لازم نذكره ونمدحه ونعمله مثل السماء نجوم وبدر وقمر، وما شاء الله انا مفتخر فيك، فخور بيك، انا اعتز بيك، انت هذا ابن الله، انا بقول عنه ابني، ما شاء الله عنك، ايوه هيك. فمو جايب 55 يا شيخ، لا بهمش، اليوم جاب 55 بكره بجيب 70 بعدين بجيب 100. دكتور ما عندي مشكله في العلامه بقدر ما مشكله شخصيته تضل محافظه على الالتزام. دكتور في وانا انطيك انا مثال، انطيك نعم. مثال يعني واقع، انا شخصيا ما عمري جبت الاول في المدرسه، ضمت اجيب الثالث الرابع، باحسن الاحوال اجيب الثاني في المعدل التراكمي في المدرسه. لكن الحمد لله انا انظر لزملائي في عده مدارس درست في الكويت والاردن وفلسطين، انظر لزملائي اللي عاشرتهم جابوا اعلى مني، هم ما زالوا في الوظيفه هكذا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، انا بقول واحد زائد واحد يساوي سبعه. كيف صارت؟ ما ملكيش، خلاص في عندي عده امور، عده التزامات، رحت سافرت جيت كذا، معناته انا مين بنى شخصيتي وانا طفل؟ انا اذكر تماما أنه عندما كان لا يوجد من يقدم الإذاعة المدرسية وأنا في الصف السادس، وأما الآن مع الإذاعة المدرسية يكره الطالب مهنا نعيم نجم أطلع، وأما الآن مع القرآن الكريم يكره الطالب مهنا نعيم نجم، أقرأ الإذاعة وأقرأ القرآن وأقرأ الكلمة وأعمل تمارين الصباح للأطفال. يا شيخ، وأنا المدرس والآذن والمعلم والمدير والطالب؟ المقصد أنه هل كان ثقل؟ نعم، بس مين كان مخفف عليه الثقل؟ والدي رحمه الله، يكتب لي الكلمة ويقول لي خليها بجيبتك واحفظها عن غيب، عشان لما بعد شوي صرنا نتكلمها عن غيب، هو اللي يدفعني، هو الذي يشجعني، هو الذي يقول لي أنت شخصيتك قيادية، يجب أن وإذا ركز على ما يجده في من إيجابيات. أنا أعطيك مثال، إذا كان عندنا أطفال في البيت، أنا عندي توأم في البيت، واحدة جابت 10 من 10، واحدة جابت 9 من 10، توأم في نفس الصف، وهم دائما متنافسين على المركز الأول، فاللي جابت 9 من 10 تبكي، يا بابا أنا والله صح المعلمة غلطتني. قلت لها تعال ما عندك مشكلة، معاك ربع ساعة راجع المادة بدي أعمل لك امتحان، بجيب لك سؤال من المادة، إذا جبت علامة أنا بكتب لك زائد واحد بتصير 10 من 10 مثل أختك. ماشي، اتفقنا، عملنا الامتحان جابت صح، كتبت لها بالأحمر زائد واحد، وكتبت على خلف ورقة الامتحان لقد أخضعتها لامتحان إضافيا في البيت، فأرجو من معلمتها الفاضلة مراعاة ذلك، جزاها الله خير، والد ولي الأمر وتوكل. أنا أشكر المعلم وأشكر المديرة، وضعت العلامة لها، قالت إحنا ما عندنا آباء والله يعملوا هيك. أنا لست لأمنحها علامة إضافية، وإنما لأوصلها أنك أنت قادرة، ممكن ما أسعفك الوقت، ممكن تكتبين بطيئة، ممكن أنك ما فهمت السؤال بدك وقت أكثر لتفهمي، ممكن أنت سألت المعلمة في لحظة والمعلمة قالت لك ممنوع السؤال، ولا أحد يحكي مع جاره ولا أحد يحكي مع المعلمة، وهنا أنت ارتبكتي. فأنا لماذا أني أركز على الخطأ اللي هو الواحد وأنسى 9 من 10 اللي جابتهم صح؟ فأنا أركز على 9 وأذكر الإيجابيات التي قدمتها هذه الطالبة أو هذا الطالب عندي في البيت، وأثمن دوره. بابا أنا المعلمة ما كرمتني، مع أن أنا جبت علامة كاملة، ليش كرمت بنت فلان؟ لا أنا بنت معلمة ولا أبوها مسؤول؟ لا أنا بكرمك، تفضلي، أنا باجي على المدرسة وبجيب لك شهادة ودرع ومع المديري، والله أنا جيش جاي، تفضلي يا أستاذ، أنا جاي أكرم بنت. وأنا صار كان يحدث معي جميل. أنا جاي أكرم ابني، والله ليش؟ والله أنا جاب 10 من 10، ما يفيدني أكرمه في بيت، أنا بدي أكرمه قدام صفه وقدام معلمينه. فهو يبدأ المعلم يقول لك والله هاي الآباء هاي الأمهات التي حريصين على التواصل مع المدرسة. لا نجعل المدرسة مسؤولة عن كل شيء من أبنائنا، ولا نجعل البيت منفصل عن المدرسة، هي تربية وتعليم، إن لم أستطع تربيته بداية لن يستطع تعليمه ثانية. مهم نقطة هاي. جميل جدا، يعني هذه الإيجابية دكتور في التعامل مع المدرسة، وفي يعني أنت ذكرت أكثر من نقطة حقيقة طيلة الحلقة، كيف نربط الطفل بالمدرسة، إنه يحب المدرسة، لأنه فعليا هو أحيانا رابط واحد يكفي،
يعني احيانا الطفل اذا بساله صديق بيكون مستني السنه الجديده، او اذا معلم بيحبه، او مثل ما تفضلت نشاط بيشارك فيه. يعني احيانا رابط واحد بس تعززه مع المدرسه بيكون كافي انه يحب المدرسه. وصلنا الى ختام الحلقه دكتور، اذا بتحب تختم يعني، وان كان في كثير صراحه كان لدي اسئله لكن الوقت دائما هو الفيصل، اذا اردت ان تختم بكلمه دكتور في النهايه. أنا أشكر كل معلم ومعلمة يقوموا في واجبهم التعليمي تجاه أبنائنا وبناتنا، لأنه التعليم ليس مجرد مهنة وإنما رسالة سامية. أول معلم لهذه البشرية هم الأنبياء، ثم لهذه الأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت يعني تقوم بهذه الرسالة، واعلم أن الله عز وجل وملائكته وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها تستغفر وتدعو لمعلمين الناس الخير. فأنت اعتبر هذه الرسالة هي أمام الله عز وجل. أجرك الأخروي أفضل من أجرك الدنيوي، وفي كلاهما خير، ونسأل الله عز وجل أن تبقى رسالة العلم رسالة سامية عند من يحملها ومن ينقلها للأجيال. بارك الله فيكم جميعا. أشكرك، أشكرك دكتور، وأشكر أنا عم بتطلع في كثير تعليقات. هبة زكريا عم تقول بارك الله في علمك دكتور، عامر منصور عم يقول أن الطفل يحب المعلم الذي يحترمه، وبيحكي انه معلم الرياضة مهم. ايضا ام عبد الرحمن تحكي انه مشكلة عندما تحولت العلاقة بين الطالب والمعلم، انه ما تفرق بيناتهم لما يصير المعلم فقط هدفه المصاري، وبالتالي ما بيزعل الطالب اللي بيجيب له مصاري، وهذا مشكلة. طبعا لازم تكون العلاقة علاقة راقية، ولازم المعلم يبقى له احترام حتى لو كان بمدرسة خاصة، وحتى لو عم يتقاضى مال اكثر بيضل هو معلم وهداك طالب. هي نقطة مهمة يجب أن لا تدخل هذه الأمور على بعضها. أشكر كل اللي علقوا وشاركوا، آسف إذا في شيء ما قرأته، أشكر مرة أخرى الدكتور، وأشكر كل المتابعين. نراكم غدا بإذن الله في حلقة جديدة، وصباحكم مسك.